طيب يا طويل العمر السلامة، بث هونكاست الريل باقي على دقيقة ويبدأ. قبل أن نبدأ نسمع ودناكم لا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلوا الفيديوهات أول بأول. لا تنسوا تشيكوا على متجر تويكس إذا حابين تشحنوا برخص الأسعار. نفس الحكاية متجر ودي، إذا حابين تبدأوا أفضل بداية شيكوا على باقاتهم كود اتشي عشان تجيكم أفضل الخصومات. يعطيكم ألف عافية كل اللي استخدموا الكود، الله يسعدكم يا رب. شو أنا ما أتوقع بيكون شيء قوي الصراحة، أحس هذا البث بيكون مرة مو سيء، بيكون ما في شيء، احس كذا، بس يمديهم يصدموني يعني. ننتظر ونشوف كيف الاوضاع، يعني لو فجاه جابوا سندي في القصه بيكون حلو يعني صراحه. انا مو متوقع شيء. يلا بقى 10 ثواني. يلا لا راتا وي ريشو دكتور ريشو ريران، والله صح ما جاء من اول، صار له سنه تقريبا يعني ممكن. طيب دحين شكله العرض، يلا خلينا نشوف في شيء. ما احس بيكون في شيء، انا بيكون قصه ايفنت بس. اوكي شكرا ممثل مسرحية. اوه هذه الشخصية للناس. اوكي اوه ليش بها جندلي ريكا اسمه. اوكي وانا اشوفكم من اول تقول ريكا، انا ما فاهم من ريكا. اوكي شكله باتش فيلر. كويس انه مسوي باتش فيلر، لانه كوستات ورا بعض قصص مسويين ما شاء الله يعني. خليهم يريحوا. اوف 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 ايش هذا؟ وضعها نفس شو اسمه بوتل، كلهم جالكسي رينجرز. للاسف احتمال بسكبها. هو روبن بوتل. صار الدي جي. يا الله طفشت من الغناء خلاص دي جي يا عمي. ده ريكا مجنونة. ريون بوتيل ممكن. اوكي نايس نايس. كود على طول يا كود. شكل البث بيكون قصير. ها انا شكلي بسكب، والله شكلي بسكب لين باتش 2.7، لانه مولع ذاك الباتش مره مولع. ما يتسكب من وجهه نظري الصراحه. تنجيون وساندي ما يتسكبوا. ساندي فري بيد عمله مستحيل. باقي ما نزل عنه شيء رسمي، انتظروا كذا اسبوعين اسبوع ونص. افنتشرير لو جاء جي جي والله. اوكي ايش هذا؟ مسوين كذا عشان ما عندهم مودين صوت؟ لا 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 ما توقع. في حقين هونكاي في، لانه من ضمنهم برضو ناس حقين جينشن، يعني يخسروا شغلهم. ماني فاهم ايش الهبل اللي قاعد يصير، بس خلاص شو نسوي؟ شلون ندخل احنا كمان؟ يا كل العابهم شيء غبي يا اخي. يا لطيف يا لطيف. لا لا ما توقع ما توقع، ترى شالوهم مستحيل شالوا روبن، كانهم طولوها. ترى ما قريت ولا شيء من اللي قاعدين يقولوه. هذا ماب جديد. اوكي ماب جديد تمام. ما عاد شوف ممكن بيسوي بشكل مو معقوله بيكملوا كذا البث. لا يا شيخ قولوا لي لو صار شيء جديد. صراحه احس ملل، والله صراحه ملل صراحه يعني. اوكي في البدايه كان ضحك، بس دحين يعني زودوها. حتى انا ماني قاعد اقرا، بس اوكي منطقه جديده. طيب هذه منطقه جديده سيف. صدعته والله حقنا اليوتيوب بحظه، ما اتوقع بيسمع ذا الصوت كثير. فقرة هذه تنقطع شكلها معظمها. طلعنا 10 دقائق ترى تقريبا زي كذا بس وكذا خلاص، ولا طلعوا بنرات ولا شيء. صح انه انا اكثر لعبه استمتع فيها هونكاي، بس مستعد اني اقول الحق، هذا ممكن يكون أسوأ بث لهونكاي ستارل، والله ما امزح. اخيرا ترى طول امها ترى بزياده ترى. برو تشيل. لا والله ما في تشيل والله من جد والله. ايش شوف في ناس كثيرين يتفقوا معايا. انا امان. ورونا رابو كيف تسوي، ورونا البنرات وخلينا نمشي مع الايفنتات. واضح انه تحديث فيلر يعني. في قصه طلعت، في قصه. اوكي
ما كنت متوقع انه في قصه قصه بدون اصوات. لا هذا بس انتوا اللي تلعب بالانجليزي وانا العب بالياباني. بس البث الانجليزي جاب العصفير يتكلم وام عاد احا. شفت تينجون؟ لا انا شفت في فيوغ ولا ما ادري ايش اسمه. هذه مين تينجون؟ بس الانجليزي يو ليت. انا شفنا ايش راي الناس هنا في التعليقات. اتوقع كان في مودي صوت روبن في البث الياباني. افا المودي الانجليزيه حقت روبن اتوقع سوى صوت الزنلس كمان. معقولة شالوها؟ اخي ذول الموديين اقسم بالله الانجليزيين. خلاص لا تحطوا لغة انجليزية، خلينا نحط لغة عربية. نروح لهم انا ورزاي نادي صوت. اول مرة استرى البث هيكون ملل للاسف. عدينا ترى فوق ال 25 دقيقة، مو 25 20 دقيقة، واحنا باقي ترى ما شفنا لا حركات رابة. يلا لا. ما شفنا شيء ترى، ما شفنا شيء، بس يلا دحين بشوف حركاتها. شوفوا انا الصراحة ترى ما اعرف عنها ولا شيء غير انها شخصية تريديشن بريك. ما اعرف ولا شيء عنها للاسف. يعني ديناصور راس التلفزيون. برو ويكي تينكا. طيب كل الشخصيات صايرة ايماجينري. مسكينة كل العالم بيسكبها. بتكون مرة قوية بس احتمال كبير ايوه عشان 2.7. اوكي التكنيك حقها تتزلج. حلو حلو. اوكي تضربها طبعا يعني. اوكي حلو حلو التكنيك حقها. حلو اتوسخ المكان. اوكي لما تدخل المعركة تضرب وتقلل الشيلد حتى في كل انواع الشيلدز. شوف سكيلها تحط ايماجينري على الكل او تكسر الشيلد كله. التها رهيبة الصراحة. التها مرة حلو. اوه ثلاثة بس ثلاثة. اوكي بس اتوقع تحط عليهم ايماجينري ولا المفروض يعني. اوف هذا وحش جديد. ايش هذا؟ تجمعوا صاروا حيتان. تصميمهم حلو صراحة. اوكي شوفوا ثلاثة. اوكي اوكي اخر ضربة كل الاعداء. بس ماني شايف الا تكسر جميع انواع الشيلد. اوكي تكسر تكسر جميع انواع الشيلد. بس ما شفتها تحط ايماجينري على الاعداء. لو ما تحط ايماجينري ذاتس هيوج ويست للاسف، لانه كانت بتكون مره بروكن مع الام سي. الاثنين يكسر الشيلد بس برضو يعني كويس. فاير فلاي افضل واقوى شكلها. اوكي البنرات. طيب اوكي الفوز الاول مع سلاحها. في سلاح جديد حق ريكا، هي شخصية بريكتر او لوناي. طيب اوكي نايس. يا واد شكلها اكبر سكيب، شكلها اكبر سكيب. هذا لا تكون جديد. اوكي حلو حلو. اس 5. الله انا اقول لكم جيبوا هاكر ونسكب الكل والله. جيبوا راسي. ياهو ياهو. والله الله يعينكم والله. يا الله الله يعينكم والله. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم. اللي ما عندهم الشخصيتين جي جي والله. اللي ما عندهم الشخصيتين جي جي يا اخي. بالله والله معلش بسكب واتساب. اللي ما عندهم افنتشرين معلش والله. الله يعينكم. افنتشرين واكرون في نفس الفيز. مان والله وساخه. نفس ما سووا مع حركه فيشا وش اسمه روبن. افنتشرين ولا لينكشا؟ انا عن نفسي افضل افنتشرين، بس لينكشا برضو اسطوريه. بس عن نفسي انا افضل افنتشرين. كلهم عندهم فولو ابس كلهم. لا افنتشرين يحط دي بفات، هذه ما تحط في هذيك. فافنتشرين افضل لاكرون، بينما لينكشا افضل للبريك. انا عن نفسي افضل افنتشرين. طيب الايفنتات. طيب ذا شكل الايفنت الكبير اللي داخله عده ايفنتات صغيره. والله ما ادري، خلي شخصيات 2.7 تنزل ونعرف عنها اكثر وبعدين نشوف. ما ادري ليه احسه حيكون ايفنت ممل، بس ممكن غلطان. ان شاء الله يكون ايفنت قتال. اوكي ما هو ايفنت قتال. اوكي امزح شكله ممتع. احب السخافه هذه انا.
شكله بيت مفتح. والله حلو، يمديكم تسووا يعني بنفسكم أغنية ولا شيء. حلو، أنا أفضل سلاحه عشان دي بفات، بس ممكن يسيون حقه يكون أقوى، الله أعلم. سلاح هاكر من أول، سلاح مجاني، حلو. ديستركشن السلاح، أوكي هذا إيفنت ثاني، شكله إيفنت قتال هذا. أمزح، إيش هذا؟ هذا شكله إيفنت على السريع، بس تعطوه ليش؟ ممكن نعطيه موارده بس. هذا الإيفنت تتوقع إنه كذا شكله مرة بسيط، حلو يعني. برضو بوتي الوانتت يبوا يقتلوا، اوكي حلو. ذا الايفنت، يا ذا الايفنت مره احبه انا الصراحه، مره حلو مره حلو. هذا حق بوتل دائما يبوا يقتلوه، احلى ايفنت. اوكي في ايفنت زياده، نيو جيم مود، اوه سيميليتد يونيفرس في العوالم، اوكي. وعشان كذا هيرتا موجوده، ما توقعنا بلاكس وان، توقعنا هيرتا. شكله تسريب لموديل هيرتا، هيرتا الدبه شكلها هيرتا. ان شاء الله ما يجيبوا العيد في هيرتا الفاستر، ان شاء الله، لانها امنتر اذا ما خاب ظني يعني قويه مره، نفس قوه اكرم، لا يغيرون فيها كثير. انا اثق في تصميمهم، بيخلوها دبه وبنفسجيه. لو تكون كوانتم يا ويلهم، ما بكوانتم تكفى، لا ما بكوانتم. للكوانتم حلو، يجيب لي الكابا تكر هومي وتينكا وسيلي. يلا خلينا نشوف. طيب اخيرا، اوكي ايش، اوكي ما نفهم ولا شيء، بس مود جديده تقول مختلف، اوكي مطايق. اوكي بس هو نفسي فاهم. شو هذه يبغى لها لعب الصراحه، يبغى لها لعب وبعدين نشوف كيف الاوضاع. زوب الطور جديد وخلاص، طور جديد للعوالم في برومو، حماس. شكله طور دائم، يس رهيبين والله الصراحه. ها في سلاح جديد، ايش حلو. الاسلحه اللي فاتتكم حلو، سلاح سيلفر بس كثيرين ما جابوه. يلا نايس، الكود حطيت لكم اياها كلها في اليوتيوب بروابطها. اوكي شكلهم بيعلنوا عن هذا وعشر سحبات وبس. اوكي ده في بوس جديد قرابة، ارتفاكتات جديدة. اوكي ما كنت ادري ترى. اوكي حلو، نيو ريليكس نشوفها بعدين. اوكي دبل الكتب والفلوس، حلو دبل ريليك العوالم، حلو. هذا العشر سحبات بطلوا بكاء، موجودة ما تصبروا. اكيد موجودة يا اخي. لا خلصنا، سلام، ما توقع فيها شيء. اوكي 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 ايش فادي قاعد، يا الله قاعد اتغدى راب. يا أخي الله الله الله، إيش هذا؟ إيش صوت حدي؟ making a mess trying to claim their harder better stronger faster than the rest inside the ninja's heart shines a light to defend that carries on to the end the will refuses to bend the way of the ninja great land on my side the hunt's lux arrow is my compass and guide here to blaze a trail how you thought I misspoke we'll take a bet. لا تخلوا ريشو، لا تخلوا ريشو، لا attention passengers the express is approaching its oh why did I do that. حلو الشطحة اللي فيهم زي كذا الصراحة، بين فترة وفترة. بس عموما بثهم أنا على كلامي يعني صراحة، الفقرة اللي حطوها دي حقة العصافير يمكن من أسوأ الفقرات اللي شفتها في حياتي، أقسم بالله. طبيعي باتش فيلر طبيعي، لأنه قاعدين ينزلوا قصة ورا قصة، أنا عذرهم عادي يا عمنا. شوفوا جنشن إيش حيصير بعد 5.3، ما حيطالعوا فيكم ترى. بس العصافير دول والله خلاص خلاص خلاص، ما بقابلهم دول، ما برجع للبانكوني خلاص. بس غير كده يعني البث يعني
نفس المتوقع. وأقلها أضافوا جيم مود جديد، هذا الشيء ما توقعته أنا الصراحة ولا كنت أدري عنه، فما شاء الله شيء مرة حلو. ومستمرين في تنزيل النيو جيم مودز عقبال الجنشن يعني. بالنسبة للتقييم، لا ما أعطيه من 7/10 الصراحة، أعطيه ممكن 5/10 بس عادي يعني، 5/10 لأنه مو ستة من عشرة. ستة حلوة نوعا ما، ما هو فيلر يودم، في أشياء انضافت صح، بس أنا من ناحية البث نفسه، مو لبديت البث نفسه صراحة ما عجبني، كان مل شويتين. يب إحنا عشان تفرجناه بالإنجليزي، ففي الياباني دي الفقرة ما كانت موجودة. إحنا لقمنا أخي دول المودين الصوت الإنجليزيين ومشاكلهم يعني، ما أدري إيش بيسووا، بس عموما أوفرول يعني بث كويس من هونكاي كذا. كنت المقطع ان شاء الله انه يكون عجبكم المقطع، ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا، وكان معكم اخوكم، نشوفكم على خير ان شاء الله في اقرب وقت، في امان الله.